بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا ومرحبا بكم في نشرة مرور صباحي من أحد الموافق 15 أكتوبر لعام 2023. يوم الأحد بدء العمل الرسمي لكافة أجهزة الدولة الحكومية والقطاع العام والقطاع الخاص وأيضا المدارس الخاصة والجامعات الخاصة. كل هذا ينطلق في توقيت واحد يطلق عليه ساعة الظهر الصباحية، لذلك استعدت الإدارة العامة للمرور بالتنسيق مع إدارات المرور بمحافظات القاهرة الكبرى بنشر خدمات مرورية مكثفة على الطرق السريعة والميادين الهامة والطرق المؤدية إلى المدارس والجامعات والوزارات الخدمية التي يتردد عليها المواطنين لقضاء احتياجاتهم. أيضا قامت الإدارة العامة للمرور بتعزيز الخدمات المرورية على الطرق السريعة بمناسبة عودة السادة المواطنين المقيمين والمترددين إلى القاهرة الكبرى عقب انتهاء أجازة نهاية الأسبوع لقضاء مصالحهم. تنسيق تام ومستمر بين غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور وغرفة عمليات هيئة الأرصاد الجوية لمتابعة التقلبات الجوية، وخاصة في الساعات الأولى من الصباح الباكر بالنسبة للشبوة المائية الكثيفة على الطرق الساحلية والطرق الزراعية والمطور المطلة على المسطحات المائية، بإرشاد قيادي السيارات باتخاذ الحيطة والحذر وتنفيذ التعليمات الأمنية المرورية أثناء السير بمناطق الشبورة. كافة مناطق الأعمال تم تعزيزها بخدمات مرورية وعلامات إرشادية وعلامات تنظيمية بهدف منع أي كثافات أو تراكمات مرورية بمناطق الأعمال، مع إرشاد قائدي الحفلات المدرسية والسادة المواطنين حاملي الطلاب والتلاميذ بالبعد عن مناطق الأعمال حتى لا تحدث أي كثافات أو تراكمات مرورية تؤدي إلى تأخير الطلاب والتلاميذ اتجاه كافة المنشآت التعليمية. كثافات متحركة حاليا في معظم المحاور الميادين، أبرزها محور صلاح سالم في الاتجاهين، أعلى كوبري 6 أكتوبر في الاتجاهين، أيضا محور 26 يوليو خاصة القادم من مدينة الشيخ زايد ومدينة 6 أكتوبر. أيضا بالنسبة لمحور 26 يوليو بالنسبة للقادم من ميدان لبنان والمهندسين اتجاه مطلع الطريق الدائري، على الطريق الدائري القادم من شرق القاهرة اتجاه الحرم وميدان الرماية. أيضا كذلك كثافات متحركة على الطريق الدائري القادم من جنوب القاهرة اتجاه شرق القاهرة. معلوم بالنسبة لشارع الهرم والكثافات المرور العالية بالشارع نتيجة الإغلاقات الجزئية والتغييرات الكلية، لذلك يفضل استخدام كوبري تيرسا وشارع فيصل المستحدث. أيضا كثافات متحركة حاليا بالنسبة للقادم من طريق قيس معالي الصحراوي اتجاه نفق السلام وكوبري السلام، أو كذلك على الطريق الدائري وتحديدا على المؤسسة اتجاه الملك. تم عمل حرم أمن حول المدارس لمنع أي كثافات أو تراكمات مرورية ومنع الوقوف نهائيا في نهض الطريق حتى لا يسبب أي كثافات مرورية أثناء دخول الطلاب وأيضا أثناء خروجهم، مع إرشاد قائد الحافلات المدرسية على الطرق السريعة باتخاذ التعليمات الأمنية المرورية، وذلك للحفاظ على الأمن وسلامة التلاميذ وخاصة الأطفال أثناء سيرهم على الطرق السريعة وتحديدا طريق قيس معالي الصحراوي واللي بيشهد العديد من المدارس الخاصة. اليوم في ارتفاع في درجات الحرارة بعد الساعة 8 صباحا ساعد بشكل كبير على الرؤية الجيدة والقيادة الآمنة. أبرز ما لدينا اليوم غلق كلي في الاتجاهين لمدة 12 ساعة بالنسبة لشارع كوبري شمال طرة، وذلك بسبب أعمال إنشاء محور 3 يوليو امتداد محور حصاب الله الكفراوي وسط تواجد خدمات مرورية وعلامات إرشادية بنفس الموقع. عمليات المرورية مستمرة على كافة أنواع المخالفات بتحديدا في تحقيق الانضباط المروري للشارع المصري. دائما وأبدا في نهاية الفقرة المرورية بناشد السادة قيادة السيارات التزام بقواعد آداب المرور، التعاون مع رجال المرور، وإن شاء الله رحلة سعيدة للمصريين.